أخي، شايفتك هون؟ إيه أختي، أنا سمعتك وإنتي عم تمدحي لي هالبطل، لهيك إجيت حتى شوفه. وبصراحة هو شاب ذكي كتير، بيعرف شو يعمل. أنا بتمنى إنه يكون فهم الحكي اللي قلت له إياه. أخي، لو سمحت روح من هون دغري واتركه لشوريا. سمران، ما لازم تحكي هيك مع أخوك الكبير. مو مشكلة شوريا، أنا رايح يا سمران، وبالنسبة للي عندي مش الحال هلأ. مبين عليك من عيالي منيح، وبتمنى إنه ما تواجهك مشاكل. تذكر هالشي أخي لو سمحت. لو سمحت. الشي اللي سويته مو صح. أنا اللي بقرر هالشي، مو حضرتك. هالمرة اسمح لي، رح تستفيد وبدون مقابل. اسمعني، شوريا اللي شفته حضرتك مانو بسيط وبريء مثل مبين. في كتير غموض وراه. وبتعرف شغلة؟ باك تشوباندي حاول يهدده ويأذي، وكان ميت تاني يوم. انت كمان عم تغلط نفس الغلط. دير بالك على حالك منيح، أحسن ما تنقتل. يلا شباب،